جميل. بدنا نتكلم عن الابتكار داخل التشكيله حتى من اللاعبين انفسهم والابداع. عبد الرحمن نفس السؤال بالمجمل يعني، وناخذ عناوين رئيسيه اللي نبغى ننطلق منها في الشكل الفني للفريق. شوف محمد، اول شيء احنا في مجموعه قويه جدا تضم اقوى المنتخبات، واحنا عارفين استراليا بطل اسيا في البطوله الاخيره، اليابان فريق عالمي وغالبيه لاعبينا في البطولات الاوروبيه، بالاضافه الى العراق، العراق فريق قوي جدا صحيح. والامارات، فاعتقد ان المجموعه قويه جدا. فانا لما رابع جوله وتكون في المركز الاول بعشر نقاط، اعتقد ان الحقيقه بدايه اكثر من رائعه. انا اعتقد ان الفتره القادمه حيكون المنتخب باذن الله اقوى. ليش؟ لان الان المنتخب جالس يفوز، ما كان في مهاجمين. انت لو تشوف الان جميل تفضل بنواصل ايضا الحديث في هذا الامر، ولكن يبدو ان الشباب هناك في جده جاهزين. زميل ماجد المالكي مراسل القنوات الرياضيه هناك في الملعب، كانت الجماهير دخلت باكرا.